بسم الله الرحمن الرحيم، يوم جديد وأمسة متجددة وحلقة جديدة في برنامج كورتنا على فضائية السودان 24 الآن على امتداد بثنا في جميع أنحاء العالم. تحية حب واحترام وتقدير ومحبة لكل الذين يتابعون عبر الشاشة البلورية. قبل أن يمتد ترحيبي إلى داخل الاستوديو ضيفي الأعزاء محللي برنامج كورتنا المميزين عاطف بركية، مرحبا بك ضيفا في حلقة اليوم. أهلا بك أستاذ مصعب وزميل الأخ هيثم وبالسادة المشاهدين. عبرك التحية للاعب السابق والمدرب هيثم عربي محلل برنامج كورتنا، مرحبا بك هيثم. تحية وتقدير للأستاذ الجميل مصعب ولزميلي وصديقي العزيز كابتن عاطف، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة، ومرحبا بجماهير القناة إن شاء الله. بإذن الله. وقطارنا ينطلق مباشرة بالعناوين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في حلقة اليوم الموافق 26 سبتمبر 2021، اليوم الأحد إن شاء الله. بإذن الله لدينا في حلقة اليوم العديد من المواضيع. سنبدأ كالعادة بالحدث الأهم على مستوى الدولة السودانية، كرتنا المحلية، القمة هناك ديربي النيلين، قمتي السودان هلال ومريخ. المباراة حسب ما هو مبرمج أنه تم يعني إطلاق صافرة حكم المباراة في استاد الهلال بأم درمان. سنتابع هذا اللقاء يعني لحظة بلحظة، ونحن هنا عبر استوديو التسجيل في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. سنتحدث أيضا عن المشاكل الإدارية في الأندية السودانية، سنتحدث عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، سنتحدث أيضا عن مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، سنتحدث أيضا عن لقائي عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد تعثر بالتعادل، واستطاع برشلونة قبل قليل أن يسجل انتصارا قويا ومقنعا بعودة أنسو فاتي لاعبه الصغير بثلاثية على ليفانتي. طيب، من الأخبار اللي وردت إلينا خلال اليوم أنه لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي قامت بتغريم نادي الاتحاد مبلغ 42500 ريال بسبب أنهم رموا 3 علب، وهذه تؤكد قوة لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي. أيضا لجنة الانضباط غرمت نادي التعاون مبلغ 15000 ريال بسبب حصول 6 لاعبين على إنذار في مباراة الاتحاد. فهي قرارات بالتأكيد بتصب في ضبط، ويعني إنه الدوري السعودي يكون دوري فيه قرارات قوية، ما في فريق يقدر يتجاوز القانون أو يمارس نوع من السلوك اللي خارج الانضباط الرياضي. طيب، هنمشي لعناوين المحلية وحنبدأ بك يا عاطف. هلال مريخ، مريخ هلال، بما أن المباراة خاصة بالمريخ اليوم نقول مريخ هلال. طيب، التشكيلة وصلتنا، حظوظ الفريقين، مباراة لا تفضي لا شيء، الهلال اوريدي فاز بالممتاز. نعم، طبعا وصل قطار الدوري الى نهايته، اطول دوري كرة قدم يمكن في العالم. نعم، انا اتوقع انه الدوري هسه يمكن تم شهره العاشر تقريبا او يمكن، فدوري طويل جدا جدا جدا، ناتج برضه من عدم التنظيم وعدم وجود استراتيجية يمكن نتكلم عنها في مشاكل إدارية. الهلال طبعا هو بطل الدوري، ونقول ألف ألف مبروك للنادي الهلال تحقيق بطولة الدوري. الهلال استحق الدوري بكل جدارة، عمل 71 نقطة، هو الأقوى هجوما والأقوى دفاعا أيضا. المباراة تأتي طبعا كأداء واجب بالنسبة للفريقين، هي طبعا على حسب كما يقول الإعلام السوداني في كل مكان أنه هذه مباراة خاصة، ديربي خاص بالفريقين، فالفوز فيها تعتبر بطولة قائمة بذاتها. طبعا ده حسب كلام الإعلاميين السودانيين، الإعلام الرياضي السوداني، إلا أنها مباراة أنا في رأيي أنها يعني ما تكتسب أهمية كبيرة، لأنه الفريقين داخلين على استحقاق إفريقي بعد التوقف الدولي بعد مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم. فأنا بشوف أنه مباراة دينا قبل كده برضو ذكرتها في حلقة سابقة أنه المباراة تعتبر إعداد جاد للفريقين، كان مباراة الليلة ومباراة يوم 30 في نهائي الكأس هتكون إعداد جدا جدا ممتاز للفريقين للبطولات الأفريقية. المريخ طبعا هو احتل المركز الثاني ضمن المركز الثاني، وبرضو المباراة ما بتشكل أهمية كبيرة له، إلا إنها برضو مجرد إعداد، ويمكن كمان مواصلة أو تسجيل تفوقه على الهلال في الفترة الأخيرة في المباريات الدورية. من زمن طويل الهلال يمكن كان آخر فوز له على المريخ كان يمكن في الدوري أتوقع في 2017 أو 2018 مع آخر دوري كان حققه الهلال، كان آخر فوز للهلال كان على المريخ. طيب، جميل جميل. وضمن طبعا مركزه الأفريقي المريخ في تمثيله الأفريقي في الموسم الجاي في المباراة بتمثل فيه له مجرد إعداد أو إثبات تفوق وعلو كعب على الهلال.
جميل جدا، سنتابع نتيجة المباراة لحظة بلحظة مع المخرج. قبل أن يتم تزويدنا بالنتيجة، الديربيات لا تخضع لأي مقاييس يا حسام، ديربيات المدن. أحلى ما في ديربي الأم درمان أنه البطولة الدور الممتاز قوم وإلى المريخ قوم، دي بيقولوا كده. وأنا أذكر واحدة من العناوين الساخرة من الصحف السودانية المتعصبة، المريخ كان بنفس الطريقة داخل البطولة والمباراة محسومة، البطولة الدوري محسوم للمريخ، فجمن شيء تذكروا زي يوم الليلة أهزموهم ومسخوا عليهم الكاس. فهل يمكن للمريخ أن يلعب نفس الدور ويلعب مباراة اليوم بدافع أنه يعني زي ما بيقولوا بين قوسين يمسخ الدوري الهلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تأكيدا لكلامك أستاذ مصعب وتأكيدا لكلام زميلي وأخي أستاذ عاطف، حقيقة مباراة الهلال والمريخ بيكون ما عنده أي علاقة بالدوري تماما يعني، وزي ما احنا شايفين يعني حتى في فارق كبير في النقاط، يعني دوري محسوم له فترة كبيرة، لكن الشحن للمباراة شحن يمكن أكبر من الشحن للدوري كله على المستوى الإعلامي، فبتلقى أنه دي مباراة خاصة فعلا. وفعلا الأهداف للمباراة الزيدي اللي ما فيها أي حاجة رسمية يعني أو إحراز رسمي أو زي ما بقول أوتكام رسمي، الأهداف فيها أهداف معنوية أكثر وأهداف بتخضع للوسائل للضغط الإعلامي والضغط الجماهيري. المريخ فعلا محتاج أنه على حسب الشحن الإعلامي أنه يمسخ للهلال بطولته، رغم أنه بطولة مسجلة وانتهى الموضوع، يعني ما فيها هتمسخ حتى لو فاز المريخ. بنفس القدر الهلال هيفتكر أنه هو لو فاز يعني أو لو هو فاز على المريخ دي بطولة قائمة بذاتها، ودي يعني فرحة براها زي ما بقولوا، بالذات بعد خسارة الثلاث مباريات الأخيرة الرسمية بين الهلال والمريخ كانت لصالح المريخ. حتى في المواجهات على مستوى الإحصائيات أنا أعتقد المريخ متفوق على الهلال في المواجهات، فالهلال برضو بيكون في شحن زي ما أنت قلت، شحن إعلامي كثير، شحن جماهيري لأهمية المباراة، في حين أن المباراة رسميا يعني بالنسبة لنا كواقع ما مهم المباراة، خلاص يعني الدوري انتهى، الدوري محسوم للهلال. ممكن طيب احنا نستفيد منها بحاجة تانية، يعني زي ما قال الأخ عاطف ممكن نستفيد منها كمدربين على الهلال والمريخ، إعداد وإعداد قوي جدا، لأنه ما أعتقد في تاني أي مباراة ممكن تستعد بها بالحجم ده يعني. جميل جدا. تشكيلة المريخ كالآتي، المريخ في حراسة المرمى منجد النيل، أمير كمال، صلاح نمر، عبد الرحمن كورونغو، هذا خط الدفاع، طبانج أيضا، ضياء الدين محجوب، محمد هاشم التكي في وسط ملعب، السمان الصاوي، التش، بكر المدينة، الجزول نور. طيب التشكيلة دي يا عاطف رايك؟ تشكيلة مثالية بالنسبة للمريخ، أعتقد باستثناء أنا كان في رأيي إدخال محمد الرشيد مكان التكت، لو كان محمد الرشيد جاهز ما في عنده أي إصابة، وأيضا توني أنا بصراحة مش عارف ليه توني غايب، احتمال تكون في إصابة حصلت له اثناء الاحمال المباراه، او لانه لحد اخر مباراه لحد اخر تمرين توني كان موجود وكان جاهز، كان ممكن يكون هو مكان الجزولي. هي تشكيله جيده الى حد كبير جدا، هي تشكيله تقريبا مثاليه الى حد كبير. الحاجه اللي اضيفها هنا انه المباراه عدم وجود الضغط على الفريقين وعدم وجود عدم اهميه المباراه من ناحيه نقطيه او من ناحيه سلم ترتيب او من ناحيه حسم بطوله، ما بتوجد الضغوط على الفريقين، فافتكر انا الليله انه ممكن الفريقين يقدموا مباراه خاليه من الضغوط، مباراه خصوصا انه الفريقين مكتملين الصفوف تقريبا يعني بنسبه كبيره جدا جدا، يمكن بس المريخ غاب عنه او انتقل عنه اللاعب سيف تيري الى الدوري المصري، فالمباراه حتكون خاليه من اي ضغط، وعدم وجود الجمهور برضه بيزيد برضه الضغوط الموجوده كلها على الفريقين. اعتقد انه الفريقين الليله حيقدموا كره قدم خاليه من اي شوائب اخرى يمكن أن تعكر صفو المباراة. نتمنى أن الفريقين يقدموا أداء يليق بختام الدوري الممتاز لهذا الموسم. طيب جميل عاطف. هيثم، تشكيلة الهلال كالآتي: علي عبو شرين في حراسة المرمى، فارس عبد الله، محمد أوتارا، محمد أحمد أرنج، السمو المرغني خط الدفاع، في وسط الملعب نصر الدين الشغيل، والدين خضر، صلاح عادل، أبازر، عبد المنعم، سليم برفشاوي، وفي المقدمة الهجومية البومبر أو الهداف الدوري الممتاز واللاعب المميز محمد عبد الرحمن. نعم. برضو أنا أعتقد أن تشكيلة الهلال برضو تشكيلة واقعية وكويسة، رغم أنها ممكن تفقد لاعب لاعبين من الاعتياد اللي كان بيلعب به المدرب ريكاردو، لكن ده ما يمنع أنه الهلال أصلا لأنه عنده استقرار
وعنده يعني وضع ثابت لفريقه، فممكن ريكاردو يدخل عنصر عنصرين ما حيفرقوا كثير معه لتطبيق الخطة بتاعته. بنجد الهلال والمريخ في المباراة دي أنا أعتقد بيلعبوا بنفس الخطة بتاعت 4-2-3-1. لو جينا تكلمنا عن بعض المميزات، أنا أفتكر في المريخ في مميزات أطراف الملعب قويين جدا في المريخ، المريخ عنده لعيبة كثير مهاراتهم الفردية عالية، ممكن يكونوا حلول. المريخ عنده لعيبة خبرة أكثر من الهلال، بلقى عند الهلال في استقرار في جماعية، فممكن تلقى يعني أنا أتمنى إنه المباراة تكون على قدر نهائي الدوري السوداني، على الأقل تدينا يعني زي ما بقولوا أمل وبارقة أمل إنه في تقدم لكورتنا وفي حاجة كويسة، لأن المدربين كويسين جدا. ريكاردو صنع فريق في الهلال جميل جدا، غارزيتو بعد عودته يعني رغم إنها فترة بسيطة لكن يعني برضو المريخ بدأ يتحسس بسيط أمل يعني في خضم المشاكل اللي هو فيها. فأعتقد إنه التشكيلتين مناسبين للفريقين، والمدربين بفكرهم عارفين يخطوا عناصر معينة هم يعني حينفذوا لهم الخطط إن شاء الله. طيب بالتأكيد نحن حنتابع المباراة، أحداث المباراة لحظة بلحظة، مباراة ختام لجولة الدوري الممتاز السوداني. سنضع مساحات للتحليل ورصد هذه المباراة في حلقة الغد وبعد غد إن شاء الله خلال برنامج اليومي برنامج كورتنا. طيب سنطوي هذا الملف وننتقل إلى الملف الأهم، المشاكل الإدارية في السودان، المشاكل الإدارية في الأندية السودانية أقعدت كورتنا وأخرتنا وخلتنا في وراء يعني أمم نحن في يوم من الأيام نحن دخلناهم في كرة القدم. هذا يعني شيء مؤسف جدا جدا. الصراعات الإدارية نسفت تماما فروغنا، بقينا يعني يوم الليلة على كل لسان، أصبحت سمعتنا خارج القارة الأفريقية وداخل القارة الأفريقية إلى يوم الليلة ملاعب ما عندنا، وكلنا مشاكل إدارية وملاسنات مواجهات وصحف تحكي وقنوات ومنابر ووسائط اجتماعية. عاطف فركية، المشاكل الإدارية في الأندية السودانية مردها وأسبابها يعني ليه يعني إحنا طوالي في الدوامة دي يعني؟ هي طبعا المشاكل الإدارية أنا في رأيي بيتمثل أكثر من 90% من أسباب تدهور الكرة السودانية، ومش بس بالنسبة للأندية. أعتقد أن المشاكل الإدارية طالت أيضا للاتحادات، إدارات الأندية، لجان التحكيم، لجان التدريب. أعتقد أن كل المرافق الرياضية دي طالها نوع أو أكثر من نوع من أنواع سوء التخطيط الإداري، غياب التخطيط الإداري، عدم التخطيط، عدم وجود ميزانيات واضحة لهذه الأندية أو الاتحادات، نتكلم بشكل عام سواء كان أندية أو كان اتحادات أو كان لجان بتاع التدريب أو تحكيم، عدم وجود خطط موضوعة، عدم وجود سياسات معلنة لتطوير يعني المنظومة كاملة كرة القدم، وعدم وجود أيضا استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الناشئين اللي هو الأساس اللي بيمثل الركن الأساسي لتطوير كرة القدم في كل بلدان العالم. يعني أنت لو ما عندك قطاع بتاع ناشئين يبدأ من الفئات السنية وتتدرج فيه، يعني الأندية أو المنتخبات تتدرج المفروض من سن ما قبل، في دول بتبدأ من قبل 7-8 سنوات بتبدأ في التدريج بتقطع البراعم للناشئين إلى كما هو معلوم لحد ما تصل للفريق الأول. طبعا برضو على نطاق الدولة برضو عدم وجود تخطيط استراتيجي واضح بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة لتطوير القطاع الرياضي وقطاع كرة القدم بالذات اللي هو اللعبة ذات الشعبية الأولى في 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 في, في السودان. وعدم الاهتمام برضو كذلك بالموارد البشرية. الموارد البشرية أيضا جزء أهم جدا في تدريب القادة، حل المشكلات التي تواجه المدربين والحكام وداري الاتحادات الرياضية، تبادل المعلومات، عدم توافر المهارات الأساسية للأجهزة الإدارية الفنية. يعني غياب أيضا الكلام ده بيقودنا إلى عدم وجود الكفاءات الإدارية في 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 إدارات الأندية وإدارات الاتحادات واللجان التابعة لاتحاد كرة القدم في السودان. فتكمل الحلول طبعا في أنه هو الاختيار أول حاجة وضع استراتيجية واضحة لتطوير إدارة الأندية والاتحادات، الاهتمام بالموارد البشرية، الاهتمام بالقطاعات السنية للأندية في دائم الأندية. طبعا الأندية هي أساس تطور قطاع الناشئين ونموها، تبدأ من الأندية ثم تتدرج إلى المنتخبات الوطنية سواء منتخبات ناشئين أو منتخبات شباب أو منتخب أول في النهاية.
جميل جدا. هيثم، لديك باع طويل في هذا الملف بالتحديد، أنت رجل ربما يعني في خضم العمل الإداري، هنا تابعت ملف كيف يعمل الإخوة السعوديين عندما عملوا لتطوير رياضتهم. لن نتناول الجانب التجربة السعودية الناجحة، وإنما سنعرج مباشرة إلى الإدارات السودانية. هيثم، نعم. طيب، أنا بس في البداية عايز أقول حاجة، إنه أي منظور أي عمل فيه نهاية أو محتاج لنهاية أو نتيجة بيحمل حاجتين، يا النجاح يا الفشل، ما عندنا خيارات غير كده. طيب، إحنا كنا ناجحين لأنه كنا مرتبين، فشلنا لأنه بينا عشوائيين. المنظومة في السودان والمشاكل الإدارية في السودان والمنظومة عموما في السودان، برغم يعني المحاولة في إظهار إنها منظومة كبيرة، لكن أنا بقول إنه إحنا في السودان بنتعامل تعامل هو ما تعامل احترافي نهائيا. أنت عايز تمشي بمجالك الرياضي لأبعد مستويات، لأعلى مستويات، في حاجة اسمها تخطيط استراتيجي، في حاجة اسمها استقرار إداري، في حاجة اسمها يعني بناء عملي مرتب. ده كله في السودان إحنا بنتعامل فيه تعامل أجاويد، بنتعامل فيه تعامل هو، بنبني حاجاتنا كلها على، معليش أنا هقول كلام بسيط جدا جدا، على أخوي وأخوك وعلى أصدقائي وعلى العاطفة، ما في كلام زي ده، ما في كلام زي ده. إحنا ما عندنا رؤية واضحة لمشاريعنا الرياضية في السودان نهائيا. المشاريع الرياضية اللي بتدي نتائج صحيحة، أقل مشروع بيكون عنده الخماسي 5 سنين، أنت بتبني رؤية ل5 سنين، تبني رؤية ل10 سنين. وإحنا عملنا هنا أكثر من حلقة معك أستاذ مصعب ومع الزملاء الأفاضل، يعني شفنا تجارب زي التجربة الألمانية، زي التجربة اليابانية، يعني ناس يعني كانوا في القمة ونزلوا وقعدوا وعرفوا ليه نزلوا تاني طلعوا للقمة مرة تانية. إحنا عندنا في السودان نهائيا لا في دراسة، لا في بحث، لا في يعني بنقعد نشوف أخطاءنا شنو، مراجعة للي بيحصل، ماشيين وكلها صراعات، وللأسف الشديد صراعات بين فئات مرات بتلقاها ما عندها علاقة أصلا بالمجال الرياضي، ما عندها ثقافة. أنا ما شرط أكون رياضي بحت، لكن ممكن أكون إداري، ممكن أكون إداري أقود منظومة، يعني ما شرط أكون يعني عشان أكون مثلا رئيس نادي إني أنا أكون لعبت كرة قدم، لكن ممكن أكون إداري قادر أدير. الإدارة دي ما أقدر على إدارة أو ما شرط إنك تكون رأس مالي. هل إنك تكون رأس مالي أصبحت من شروط إنك تكون رئيس نادي؟ لا، ما شرط إن أنا أكون رأس مالي، لكن الشرط إنه يكون كيفية بناء نادي احترافي. النادي الاحترافي بيحتاج لتمويل، بيحتاج لرعايات، بيحتاج لشركات ممولة، بيحتاج يعني ما الفرد الداعم، وإنما الحاجة اللي أنت بتعتمد عليها استمرارية الدعم، اللي هو عن طريق إنشاء شركات، رعايات، مصادر ثابتة للدخل للنادي، ما عندها علاقة بالفرد، لا، دي منظومة فكرية اللي هو الاستثمار الرياضي في الأندية. إحنا عندنا مشاكل كبيرة يا أستاذ مصعب، في إنه صراحة إحنا ما عارفين إحنا وين. قدر ما نمشي لقدام بنتعمق في المشاكل، ما في زول واقف أو يعني ما في رجل رشيد يجي يقول يا ناس إحنا قاعدين نمشي للتخبط أكتر وأكتر، وماشيين. ويعني في عندنا أندية كبيرة في بلدنا، يعني أنا معليش أنا إنسان بشجع المريخ وأحب المريخ جدا، لكن الحالة اللي بيحصل زي ده، اتحاد كرة القدم بيتفرج عليه، الدولة بتتفرج عليه، المريخ ذاته وكباراته بيتفرجوا عليه، إحنا عايزين نفهم السبب شنو. طيب يا هيثم، يعني عايزين نفهم الحالة دي. ربما كثيرون يقولون أن منظومة الفشل أو الفشل امتداد لفشل، فشلنا في حاجات تانية، فشلنا في الدولة السودانية في بناء، في حاجاتنا التانية امتداد اللي هو فشل الرياضة، امتداد للفشل اللي نحن فيه. فنحن محتاجين زي ما قلت، عشان ما يكون كلام مثلا حالم ورومانسي، محتاجين يعني زي ما بخط السودانيين بين قوسين، نخط الكرة في الواطاء ونقعد مع بعض نتفاكر انه كيف نطور رياضتنا السودانية. استاذ مصعب، انا بس نقطة واحدة، احنا الفشل لانه احنا فاشلين انه نقرا مستقبلنا، فاشلين نخطط احنا دايرين شنو، عشان كده احنا فاشلين. يعني عشان كده احنا لا نعافي انفسنا. طيب، كلنا اكيد انا شخصي، حتى منظومه الاعلام يا عاطف، هو الوضع طبعا. نعم، الوضع طبعا في السودان جدا مرتبط بصوره كبيره جدا بالوضع الاقتصادي للبلد، يعني عدم وجود ادارات انديه، عدم وجود، انت كنت بتتكلم يا هيثم عن
عن وجود الرعاية للأندية، وجود الآن ما في، ما تكاد تكون تنعدم الرعاية للأندية، تنعدم السوق الإعلاني، تقريبا ما بقى في سوق إعلاني، ما بقى في استثمار في الرياضة، إذا الأندية بقت تواجه صعوبات مالية كبيرة جدا جدا. احنا قبل كده مصعب يمكن تكلمنا في حلقة يمكن قبل فترة عن اشتراطات الفيفا بالنسبة للأندية المحترفة، هو كان من ضمن وجود إدارات محترفة في هذه الأندية يكون محترف. حاليا العمل في الأندية كله عمل تطوعي، نعم. ليس هناك جودي. طيب نماذج، ادينا نماذج لفرق مثلا اصبحت وضعها يعني صعب. عندنا في السودان طبعا المثال الاكبر هو نادي المورده، المورده الأمدرماني، نعم. نادي المورده الأمدرماني، نادي هو طبعا هو شيخ الانديه السودانيه، اقدم نادي يمكن تاسس في السودان سنه 1925، نعم. وزمان كان بيقولوا المورده بتلعب، حاليا المورده للاسف ما بتلعب لانه هي غير موجوده اساسا. كانت الضلع الثالث في السودان، كانت الضلع الثالث وكانوا مثل الشرع الثالث في الكره السودانيه، وبستنى في محافل دوليه كثيره. اتذكر انا في 87 88 المورده كانت وصلت دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، وخرجت على يد يمكن احد الفرق الشمال افريقيا في بطوله الانديه العربيه سنه 91 في الدوحه، وصل تقريبا نصف النهائي وخرج امام القادسيه السعودي. مناسبات كثيرة جدا، يمكن أعتقد برضو وصل في كأس الاتحاد الأفريقي مرحلة متقدمة حتى نصف النهائي. كان المورد ما منا لا يذكر نجوم المورد الكبار مثل أحمد بريش، أمثال جيجر، محمد آدم، الطيب الدويم، هيثم شوشة، اسمة الامتداد، سكر، نميري سكر، دير كانوا نجوم يشار إليهم، يعني كانوا نجوم يعني كانوا بيرفضوا المورد بسبب الصراعات، بسبب الصراعات الإدارية والأزمات المالية أصبح المورد الآن في مكان بعيد جدا جدا عن الدوري. طيب مثال ثاني مثلا، مثال ثاني بالنسبة لل يمكن أنا هنا في السعودية يمكن أذكر نادي الرياض مثلا، نادي الرياض برضو أصلا يمكن بعيد من كرتنا السودانية، لكن نادي الرياض في زمن في فترة من الفترات في الثمانينات وأوائل التسعينات نادي الرياض كان نادي كبير وكان بينافس الأندية الكبيرة في الرياض، وكان بينافس على الدوري الممتاز، كان بيصل لمراحل نعم ما فاز بالدوري هو لكن كان بينافس في مراكز متقدمة جدا. حاليا وين نادي الرياض؟ يمكن تقريبا حاليا حتى في الدرجة الأولى ما موجود، أعتقد هو في الدرجة الثانية، نعم. ما في ممتاز، ما في الأولى، هو في الثانية حاليا أيضا مصاب بالصراعات الإدارية والمشاكل الإدارية الكبيرة التي طالت هذا النادي. في السودان يمكن ما أعرف نادي ثاني يمكن يذكر لنا العباسية، نعم، بيت المال، دي فرق يعني دي فرق كانت تتمتع بإدارات عالية جدا، كانت بتنافس في أندية الدرجة الأولى مع فرق مدني مثلا، فرق مدني، فرق مدني، جزيرة الفيل مثلا، يعني اتحاد مدني، أهلي مدني، ده كله ما في في الممتاز، ده يعني كله طبعا ده يكون من درجة تحت عدم وجود استراتيجية واضحة مش بس للأندية دي، كمان الاتحاد السوداني كرة القدم وفي الدولة ومثلا في وزارة الشباب والرياضة، عدم وجود تخطيط، عدم وجود استراتيجية. طيب إذا مشينا على مين، هل تفتكر أنه برشلونة فيها مشكلة إدارية؟ بالتأكيد طبعا مشكلة برشلونة، الأزمات الحالية الكبرى هي الإدارية التي وجدت، صحيح الإدارة السابقة، الإدارة السابقة 8 سنوات اللي قضت الإدارة السابقة في نادي برشلونة، صحيح، عدم إدارتها الجيدة للنادي بصورة يعني كانت غير احترافية أبدا، أوصلت النادي إلى ما هو عليه الآن، وأدت إلى كانت أحد أسباب انهيار إمبراطورية برشلونة التي جميل. طبعا أنا عجبني كلام عاطف عن مدرسة الوسطى أو مدرسة الوسطى، نادي الرياض في يوم من الأيام كان حديث الرياضيين على مستوى المملكة العربية السعودية، هذا النادي خرج لعيبة مثلوا على مستوى المنتخب، كان يهز الأرض تحت أقدام الخصوم هنا في أدواء في دوريات المملكة العربية السعودية. الآن نادي الرياض يعني بعيدا هناك في الدرجة الأولى الثانية ينشط في دوري الدرجة الثانية، ونتمنى أن يلتف محبي هذا النادي ويعود الأضواء مجددا نادي الرياض، هذا النادي العريق إن شاء الله. طيب أنا سأطوي ملف المشاكل الإدارية للأندية وأنتقل مباشرة إلى الدور الأجمل الذي نحن بصدده ونتابعه عن قرب هنا في المملكة العربية السعودية، دوري كأس الأمير أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين. قبل أن نتحدث عن هذه الجولة السادسة قمنا بإعداد تقرير، نطلع نستمع إلى التقرير ونرجع نتكلم عن هذا الدور الجميل. طيب بعد أن استمعنا إلى التقرير وشاهدنا التقرير بخصوص الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين، عاطف، مباراة الأولى النصر والباطن، النصر استطاع أن يعود ويسجل انتصار بهدف البرازيلي تاليسكا على الباطن. طيب هذه المباراة كانت يعني مباراة يعني في مجمل تفاصيلها لعبت على
مدربين يعني او تكتيكات المدربين داخل المستطيل الاخضر؟ نعم، كيف رايتها؟ نعم طبعا النصر رغم الفوز، رغم الفوز امس الا انه اداء النصر كان ما كان بالشكل المطلوب. انا افتكر انه مدرب الفريق المقال مانو مونيزيس صراحه كان يعني بالبلدي كده ملخبط شكل الفريق تماما. كانت غايبة الجماعية عن النصر في الجولات السابقة كلها، ومبارح برضو احنا يمكن شفنا جماعية نوعا ما جيدة. يمكن مينيزيس ما كان خاطط اللاعبين في أماكنهم المناسبة في داخل الملعب. مبارح شفنا كان في تنظيم، كان في ترتيب أكثر، رغم زي ما قلت عدم وصول النصر للمستوى المطلوب. شفنا مشاريبوف لعب في مكانه الطبيعي في الجهة الشمال للهجوم، وأدى أداء كويس جدا جدا مع مساندة محمد قاسم على الطرف الشمال له. فلما لعب مشاريبوف امبارح في مكانه ظهر تقريبا مستواه، ممكن المباراة الجاية برضه لو استمر في نفس الخانة حيظهر بمستوى أفضل من كده بكثير، وحيدي عبد الله خيبري برضه في مركز المحور لاعب ممتاز جدا جدا من ناحية التمركز والخروج بالكرة والتمرير السليم. لا جامي ايضا ظهر بمستوى ممتاز جدا جدا، هذا اللاعب جدا تلقاه ممتاز جدا فيما في خانه في ناحيه التمركز امام مدافعين، لاعب صعب جدا انك تمر منهم من عنده، صعب انك تراوغ او تمر من عنده او تلعب حتى تمريرات بينيه، بيقفل كل زوايا التمرير بصوره ممتازه جدا جدا. النصر ارتفع يمكن امبارح قليلا عن ما كان عليه مع المدرب السابق مانو مونيزيس. الباطن طبعا ظهر بمستوى اقل من المتوقع، كان يمكن الباطن في الجولات السابقه كان مستوى افضل، امبارح النصر ما ادى فرصه بالنسبه للباطن، حاصر في مناطقه وعمل ضغط عالي في منطقه الباطن، وكان بيفتك الكوره في منتصف ملعب الباطن وبيصنع هجمات. عاب فريق النصر بس امبارح طبعا الختام، تاليسكا ما ظهر بمستوى الحقيقي، رغم انه تاليسكا في ضمن احصائيات الموجودة عند قدام إحصائيات تاليسكا هو أكثر لاعب سدد في الدوري، سدد حتى نهاية مباراة أمس أكثر من 18 تسديدة، يمكن مسجل أعتقد هدفين أو ثلاثة أهداف تقريبا حتى الآن في الدوري. أمس ما كان ظاهر بمستوى أبو بكر، فينسنت أيضا كان بعيد عن المستوى لحد ما تم استبداله بحمد الله. عموما النصر تبقت له مباراة مؤجلة أمام الطائي، حتتلعب يمكن يوم الاثنين الجاي، إذا فاز فيها حيصل ل 12 نقطة، حيكون في المركز الثاني مباشرة خلف الاتحاد. الهلال برضو عنده مباراة مؤجلة، لو فاز فيها حيصدر الدوري، فالنصر ممكن يكون في المركز الثالث إذا فاز في المؤجلة. هو غالبا أتوقع أنه النصر ممكن يكسب المباراة الجاية أمام الطائي، أعتقد أنها تكون مباراة صعبة بالنسبة له. طيب هيثم، النصر والباطن ثم طوال تعرجي على المباراة الثانية المهمة اللي هو كان بين الأهل والفيحاء. نعم، أنا بالنسبة لي النصر والباطن مباراة القرارات الحاسمة في النصر. نعم. يعني كونك أنه أنت قرارات الإدارية، أنا قصدي كون أنه يجلس نمبر 1 في النصر حمد الله، انا بعتبره الى الان هو اللاعب رقم 1 في النصر، كونه انه يجلس احتياطيا ويخضع للجلسه دي، وغير كده زي ما قال كابتن عاطف انه فعلا في عوده لقرارات برضو داخل الملعب تثبت انه في قرارات صحيحه بدات ترجع للنصر. هو ده كان المكسب في مباراه النصر، انه عوده هيبه الاداره. طيب جميل، الأهلي والفيحاء. الأهلي والفيحاء أنا للأسف الشديد يعني متألم جدا لحال الأهلي. أنا أعتقد ده تراكم لمشاكل إدارية، الأهلي عنده مشاكل إدارية هي السبب في ما يظهر به الأهلي. الأهلي في مباراة الفيحاء أعتقد أنه معليش للكلمة الأهلي كان صفر كبير جدا، مباراة سيئة جدا لا تليق ب يعني فريق كبير كالأهلي، والأهلي عنده لعيبة كبار. الأهلي دخل فيه هدفين، أنا بعتقد يعني من وجهة نظري الشخصية هم يعني بالنسبة للعويس كحارس مرمى فقد التركيز وفقد الثقة في نفسه أنه يلجوا في مرمى وهدفين زي دي، رغم أنهم هدفين جميلين، لكن في الحالة الطبيعية للعويس أنا أفتكر مع كثرة التعثرات وكثرة التخبطات في الأهلي هو نفسه الحارس بدأ يفقد الثقة في نفسه، فدخل فيه هدفين صراحة يعني ما توقعتها من العويس، يعني نفسه يجي واحد لكن ما يجي الثاني، اثنين بنفس الطريقه. فانا اعتقد ايوه انا اعتقد الاهلي بيمر بمرحله او بمنعطف اداري خطير جدا، يجب تداركه. ما هو حال الاهلي اللي احنا بنعرفه، ومجابه انه يوم الجمعه لاعب مع ديربي الغربيه جدد الاهلي والاتحاد، وحيواجه مشكله كبيره في ظل انتفاضه الاتحاد العالي والاستقرار الاتحادي العالي. بالنسبه للجهه المقابله الفيحاء، احنا كنا بنتكلم عن محور المشاكل الاداريه، شوف هنا
المباراة دي تجسد لك حاجة عجيبة جدا. المشاكل الإدارية في الأهلي المتراكمة أدت لوصول الأهلي لهذه النتائج السلبية. بل مقابل الفيحاء من السنة الفاتت لما قرروا أنهم يصعدوا لدوري الممتاز كان عندهم استقرار إداري رائع. السنة دي بدأوا الدوري باستقرار إداري رائع، نتائجهم جميلة، وصلوا للمركز الخامس الآن. الفيحاء بيلعب بإمكانياته، عنده محترفين جميلين جدا، عزز الفريق، استقرار إداري، منظومة مستقرة جدا. ظهر بأنه هو كعبه عالي جدا على الأهلي، رغم أنه الأهلي أنا بعتبره ما لعب يعني صراحة. جميل. أنا بالمناسبة يعني فريقين لحد الآن يعني مستوياتهم مشرفة ومشجعة جدا، فيحاء وضمك ترفع الرأس زي ضمك والفيحاء تحديدا. عاطف، الأهلي الفريق الذي كنت تشجعه منذ أن كنت صغيرا يا عاطف. الأهلي بصراحة فريق محير جدا جدا يعني، خيب الأمال السنة دي بعد ما جدد الفريق وجدد الإدارة وأتى بمحترفين جدد تقريبا بالكامل غير المحترفين الموجودين باستثناء عمر السومة. توقع جمهور الأهلي أنه الأهلي السنة دي يقدم أداء أفضل، مستويات أعلى، لكن خيب ظنهم. أعتقد أنه الأهلي السنة دي اتطور بس من ناحية أداء فقط. نعم. يعني الأهلي بنشوف نحن في الملعب بيستحوذ على الكورة، معدل استحواذ الأهلي على المباريات حوالي 57 إلى 58%، يعني في كل المباريات الأهلي هو المستحوذ أكثر على الكرة. أنا عندي هنا إحصائية بالنسبة لأداء الأهلي، الأهلي هو الأكثر تمريرا في الدوري، مرر حتى الآن 2861 تمريرة بمعدل 476 تمريرة في المباراة الواحدة. الأهلي هو ضمن أكثر الفرق تسديدا، يعني أكثر فريق تسديد في الدوري هو الاتحاد ب 80 تسديدة، الأهلي 76 تسديدة. لكن تجي طبعا بيجي الفرق هنا بين الأهلي والاتحاد في النجاعة، الاتحاد بسدد 34 تسديدة على المرمى بينما الأهلي ما سدد أكثر من 15 تسديدة على المرمى. الأهلي هو الأكثر ركنيات في الدوري، عنده 48 ركنية في 6 مباريات، 48 ركنية يعني 8 ركنيات في المباراة الواحدة. ما يعني الأهلي بيهاجم ويوصل كثير المرمى لكن ما بيعرف يسجل. فمشكلة الأهلي أعتقد من ضمن من الإحصائيات دي بتضح أنه هي المشكلة مشكلة هجومية، عدم وجود خط هجوم يستطيع أن ينهي. حتى لو شفنا الأهداف الستة اللي أحرزها الأهلي أغلبا من لاعبين الوسط، وهدفين سجلوا من ركلتي جزاء اللاعب اليوسكي الظهير الايسر للاهلي. المشكله الثانيه الموجوده فيها طبعا هي المشكله الازليه اللي هي من اخر دوري فاز به الاهلي سنه 2016 وحتى اليوم، مشكله خط الدفاع الاهلاوي، مشكله مستعصيه وكبيره جدا. جميع الادارات اللي مرت على الاهلي في الخمس سنوات الماضيه تجاهلت هذه المشكله، مشكله خط الدفاع ثغره كبيره جدا جدا في قلبي الدفاع. السنه دي اتى الاهلي بالمدافع البرازيلي بيريرا، يمكن سد جزء بسيط من المشاكل أو العيوب اللي كانت ظاهرة في خط الدفاع، لكن المشكلة لا زالت قائمة بوجود بعض اللاعبين اللي بصراحة أنا في رأيي ما بيستاهلوا أنهم يرتدوا الزمن شعار. الزمن يسرقنا يا عاطف، أنا أمشي لمباراة الشباب والهلال قمة الجولة. نعم طبعا، مباراة الشباب والهلال كانت هي قمة الجولة دي، أحد الديربيات الدوري السعودي المثيرة. الهلال دخل المباراة طبعا بنقص كبير في عناصره، افتقد لأكثر من لاعب وأهمهم طبعا كان اللاعب سالم الدوسري والمهاجم الصانع العاب الفريق سلمان الفرج. وسلمان الفرج طبعا غيابته الأهم كان طبعا سالم الدوسري، وكان لو كان سالم الدوسري موجود أعتقد النتيجة كان ممكن تختلف، خصوصا أنه الهلال كان مسيطر أكثر على المباراة، هو كان مستحوذ وكان بيهاجم. وهو أعتقد الشباب ضاع فرصة كبيرة جدا بالفوز على الهلال في هذه المباراة. الشباب اعتقد انه يمكن العقده المتاصله من الهلال، اخر فوز يمكن للشباب كان في 2016 تقريبا، اكثر من 5 سنوات الشباب ما فاز على الهلال، فيمكن وجود شيء من العقده النفسيه تجاه الهلال جعل الشباب يفرط في المباراه بعد ما كان يتقدم هو الهلال، هو اللي كان بيعادل في المباراه، اقتنع الشباب على نتيجة 2-2، طيب. اقتنع بالتعادل وتراجع إلى الخلف وأنهى المباراة بهذه النتيجة. جميل. القمة الأخرى التعاون والاتحاد، الاتحاد والتعاون. نعم مباراة كانت قوية جدا من جانب التعاون وعقلانية جدا من جانب الاتحاد، طلعت بالنتيجة المثالية، والسبب أنه التعاون حاس بالخطر فلعب بكل الإمكانيات المتاحة لأنه يتفادى الهزيمة. فريق الاتحاد لعب أقل من المباريات الفاتت، ما أعتقد أنه كان وضعه زي المباريات الفاتت، يمكن يعني يمكن برضو كان في تغيير خفيف بس في التشكيلة ما كبير، اللي هو دخول المولد من الأول
بديلا عن البيشي بالضبط كده. اعتقد البيشي يمكن كان مصاب ولا حاجه كده، لكن عموما المباراه يعني كانت جميله، كانت فيها اداء متوازن من الفريقين، طلعت بالنتيجه اللي طلعت مرضي يعني. مرضي يعني بالتاكيد طبعا. طيب حننتقل للمحور الاوروبي. بالامس القمه الانجليزيه، تشيلسي استطاع او مانشستر سيتي استطاع ان يفرض الفوز في عقر ديار ستانفورد بريدج تشيلسي بهدف خيسوس. نعم، هي طبعا كانت مباراة فك العقدة بالنسبة لمانشستر سيتي وغوارديولا امام تشيلسي توخيل. مانشستر سيتي احنا الموسم الفات منذ تولي توخيل لقيادة الدفة الفنية في نادي تشيلسي تواجهوا ثلاث مرات او تاخذ اربع مرات. المرة الاولى كانت تعادل في الدوري في ملعب مانشستر سيتي ملعب الاتحاد. الثلاث مواجهات التالية كانت كلها فوز لتشيلسي، فاز في نهاية كأس الرابطة بهدف مقابل لا شيء، ثم فاز في إياب الدوري في ملعب ستانفورد بريدج بهدفين مقابل هدف، ثم فاز كانت المباراة قبل أسبوع واحد من نهائي دوري الأبطال اللي برضو فاز به تشيلسي بهدف. فكانت مباراة زي ما قلت فك الوقت بالنسبة لمانشستر سيتي اللي قدر إنه يلعب باستراتيجية غوارديولا أمس بعكس ما عمله في نهائي دوري الأبطال، واللي طبعا طلعته انتقادات كبيره جدا جدا بسبب اسلوبه، تغيير اسلوبه في نهايه دوري الابطال وخسر بسببه. امبارح غوارديولا لعب باسلوبه المعتاد عليه، لعب بالمحور المحور بتاعهم ناسي اسمه محور سيتي مش فيرديناند الاسباني، اللاعب الاسباني في محور خط. وطبعا في نهايه دوري الابطال لعب بدون محاور، كان محورين كانوا قاعدين برا، وكان لاعب بخطه هجوميه بحته. يمكن كان لاعب حوالي تقريبا 4-3-4 في نهايه دوري الابطال بوجود ستيرلينج. امبارح ستيرلينج طبعا كان في الاحتياط. اعتمد غوارديولا امبارح في على اسلوبه اللي هو الاسلوب المعروف عليه مما كان يدرب برشلونه، اسلوب الضغط العالي والمراقبه رجل وافتكاك الكوره في منطقه تشيلسي وحرمان تشيلسي من الصعود بالكوره من الخلف وتنظيم الهجمه ومراقبه مفاتيح اللعب في تشيلسي. تشيلسي طبعا دخل المباراه بطريقه 3-5-2، وبارح توخيل تقريبا غير طريقته، هو بيلعب بطريقه 3-5-2 دائما، لكن في الفتره الاخيره دائما يعني حتى المباراه اللي تفوق عليها كلها في الموسم الماضي وبدايه الموسم ده هو بيلعب 3-4-3، وبارح توخيل دخل المباراه 3-5-2 ففقد السيطره على منطقه خط الوسط اللي استحوذ عليها بالكامل غوارديولا، وقدر انه يحرم تشيلسي من انه يبني اي هجمات الى الامام، وقدر طبعا انه يخطف هدف في الشوط الثاني عن طريق اللاعب البرازيلي خيسوس واستحوذ على الكره طبعا وحرم تشيلسي زي ما قلت من بناء اي هجمه. جميل. على مرمى هيثم في اقل من دقيقه. نعم هذه المباراه هقول لك في نقاط سريعه. نعم. ولا حاخرك، اعتقد المباراه كانت هي عباره عن هدوء دفاعي من توخيل واستحواذ وهجوم من غوارديولا، زي الكلام اللي قاله كابتن عاطف بالضبط. توخيل عكس لعبه، لاعب كان بانضباط دفاعي وكان عمد الى تكفير اجنحه غوارديولا اللي هم خيسوس وغريليتش لانه كان مصدر خطوره كبيره جدا. غوارديولا عمل على الاستحواذ والهجوم الضاغط مع الدفاع المتقدم، عشان كذا غوارديولا هو كان نسبه الاستحواذ للمان سيتي اكثر وظهر مان سيتي هو اللاعب احسن وتوفق وجاب هدف. حضيف حاجه صغيره فقط، لولا تالق مندي حارس تشيلسي انا اعتقد المان سيتي كان يعني فاز بنتيجه اكبر من كده. صحيح. طيب جميل. فياريال وريال مدريد، ريال مدريد تعادل سلبيا بالامس، واليوم برشلونه فاز بثلاثيه. نعم عوده انسو فاتي عاطف في اقل من دقيقه عن برشلونه برشلونه دخل المباراه دي وما قدامه الا خير الفوز، لانه الفرق المقدمه طبعا قطعت شوط بعيد جدا. ريال مدريد وصل امس ل 17 نقطه في الصداره، يليه اعتقد في المركز الثاني اتلتيكو مدريد، واعتقد الثالث عاد برشلونه في المركز بين الموجود في المركز الثاني مش متاكد، اعتقد الموجود في المركز الثاني عنده 14 نقطه فارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد. برشلونه طبعا دخل المباراه امس وهو في رصيده 9 نقاط، فكان لابد من الفوز في هذه المباراه وعدم ما كانت تحتمل المباراه اي تعثر اخر. اي تعثر اخر طبعا كان حيبعد برشلونه عن اللحاق بركب المتصدرين حاليا. برشلونه كان دخل المباراه في المركز الثامن. بالنسبه لليفانتي طبعا ليفانتي كان حاليا في المراكز المؤخره، تقريبا ليفانتي بيحتل المركز 14 او 15، لعب 6 مباريات
تعادل اعتقد في 3 مباريات وخسر مبارتين قبل مواجهته امام برشلونه. برشلونه طبعا دخل اللقاء بنفس اسلوبه 4-3-3 مع الاعتماد على الضغط العالي. الليله برشلونه طبق الضغط العالي بصوره ممتازه جدا احسن من مباريات الفاتت. كان برشلونه ما بيضغط على الخصم في ملعبه وكان بيسمح له انه يبني هجماته من الخلف بصوره منظمه وكان الوصول لمرمى تير شتيغن سهل جدا. الليله ما شفنا اي ضغط على مرمى شتيغن، ما شفنا اي فرصه لليفانتي، وعوده أنسو فاتي برضو اضافت كثير جدا لبرشلونه الليله. بالتاكيد طبعا انا الاشاره اتت من المخرج لنهايه لوصولنا الى الزمن المحدد. برشلونه في المركز الخامس، كنا بنتابع مباراة الهلال المريخ ديربي النيلين كلاسيكو الكرة السودانية. النتيجة حتى الآن تعادل سلبي 0-0. وصلنا تماما لخاتمة حلقة اليوم. شكري وتقديري لكل الذين تابعوني إلى هذه اللحظة. قبل أن أمتد شكري وتقديري للذين شاركوني محللين عبر برنامج كورتنا اليوم، عاطف بركية شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أيضا دكتور هيثم عربي شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ مصعب وشكرا للجميع. وعبركم لكل التيم العامل في برنامج كورتنا، كل الذين يقدمون مجهودا من أقل واحد يقدم مجهودا فينا، إلى مخرجنا المميز هشام يوسف، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. إلى لقاء.